ثم قال سبحانه وتعالى حاضا المؤمنين على قتال هؤلاء، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم لأنهم مستحقون لذلك. ثم ذكر الفوائد أو المنافع التي تجتنى من هذا القتال. قال قاتلوهم، فإذا قاتلتموهم يعذبهم الله بأيديكم، واحد، ويخزهم، اثنان، وينصركم عليهم، ثلاثة، ويشفي صدور قوم مؤمنين، أربعة، ويذهب غيظ قلوبهم. خمسة أشياء ذكر، بل قال أهل العلم ذكر تسعة أشياء، في أشياء متداخلة. كيف؟ قالوا أولا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. قال يعذبهم الله، إذا الذي يهلكهم هو الله، لكن قال بأيديكم، يعني يعذبهم الله لكن بأيديكم، وهذا يسمونه شرف النسبة، يعني لكم أنتم الشرف بأن الله يعذبهم بأيديكم، مثل ينصر الله الدين بكم، مع أن الله ينصر الدين بكم وبغيركم وبدونكم وبدونهم، لأنه إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى يشرفك بأن يجعلك سببا للهداية، أن يجعلك سببا للنصر، أن يجعلك سببا في قتل الكفار، فشرف لك أن الله يستخدمك سبحانه وتعالى ويجعلك سببا جل وعلا. وإذا قال يعذبهم الله ثم قال بأيديكم، وهذا العذاب إما بالقتل وإما بالأسر وإما بالجراحات التي تصيبهم في المعارك، كل هذا من العذاب. يعذبهم الله بأيديكم بقتلهم، يعذبهم الله بأيديكم بأسرهم، يعذبهم الله بأيديكم بجراحاتهم التي تصيبهم في هذه المعارك، يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. الخزي هو العار، والخزي أيضا هو الحياء. وذاك عندنا في الكويت تقول المرأة واخزياه، يعني واحياءه. الحياء، الخزي والحياء، والخزي هو العار، وهما متقاربان. فيقول يخزهم أي يخذلهم يذلهم سبحانه وتعالى. قال وينصركم عليهم، ثم قال ويشفي صدور قوم مؤمنين وهم خزاعة الذين تم الاعتداء عليهم، قتلتهم بنو بكر وشاركهم في القتل قريش، قتلوا خزاعة. وإذاك يقول الخزاع يقول قتلونا ركعا وسجدا. فيشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، أي خزاعة أيضا، ويحتمل أيضا ويشفي صدور قوم مؤمنين الذين قتلوا والذين تألموا لهذا القتل. نحن الآن يعني عندما يقتل بعض المسلمين في الهند أو في الصين أو في بورما أو في غيرها من البلاد، هم يتأذون بهذا القتل والتعذيب، ونحن نتأذى كذلك من الهم والغم الذي يصيبنا حرقة على إخواننا المسلمين. فيشفي صدور قوم مؤمنين الذين أوذوا، ويشفي صدور قوم مؤمنين هم الذين تأثروا، وأيضا بالمقابل يحرق قلوب القوم الكافرين. يعني مصائب قوم عند قوم فوائد، فهم يفرحون إذا قتل المؤمنون ونحن نحزن، فإذا انتصر المؤمنون نحن فرحنا وهم يحزنون. وكذلك ويذهب غيظ قلوبهم، كذلك يذهب غيظ قلوب الذين قتلت يعني مقاتليهم، قتل آباؤهم، قتل أبناؤهم، ويشفي صدور ويذهب غيظ قلوب قوم مؤمنين وهم
الذين لم يشاركوا لكن اهتموا لذلك، وبالمقابل أيضا يغيظ قلوب الكافرين. فهذه تكون 9 أمور في هذه القضية. إذا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين تعرضوا للأذى ويشفي صدور قوم مؤمنين تأثروا ويغيظ قلب الكافر ويشفي ويذهب غيظ قلوب المؤمنين الذين قتلوا ويذهب غيظ قلوب المؤمنين الذين تأثروا وأيضا يحرج على قلوب الكافرين. هذه 9 أمور كلها فوائد من قتال الكافرين. قاتلوهم حتى تقع هذه الأمور 9. يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، وهذه كلها وعود من الله تبارك وتعالى، والله إذا وعد وفى، ومن أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى.